اسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحياكم الله بيوم جديد وحلقه جديده من برنامج استراحه الظهيره من على شاشه قناه سامراء الفضائيه. ساكون وياكم على مدار الساعه من الوقت على الهواء مباشره، اكيد مثل ما عودناكم مع اجمل الفقرات وايضا التقارير وضيفه من ضيوف الظهيره المميزين. مشاهدينا الكرام، خلينا نبلش باول فقرات الظهيره وهي فقره حديث الظهيره. فقره حديث الظهيره هو حول اقامه المهرجانات والكرنفالات للنساء والاطفال. طبعا احنا بعدنا باجواء العيد وايضا يعني امتدادات الحفلات والمهرجانات اللي اقيمت في عيد الاضحى المبارك للنساء وللاطفال في جميع المحافظات، وخصوصا في مدينة الرمادي، هي مركز محافظة الأنبار. اليوم نشوف أنه دائما هذه المدينة حريصة على أنه هي تقدم الدعم الكافي للنساء وللأطفال، خصوصا للأطفال. اليوم محتاجين دعم كافي، محتاجين إقامة مهرجانات، إقامة يعني معارض للرسم، اهتمام الأطفال أكثر، خصوصا الأطفال الأيتام، يعني بما أنه إحنا أيام عيد وأيضا يحتاجون من عندنا الاهتمام الكبير. دائما نشوف انه الاطفال ضروري انه احنا نقدم لهم الدعم الكافي معنويا، وايضا ندعم مواهبهم بالدعم الايجابي، نقدم كل ما بوسعنا في سبيل انه احنا ننمي من المواهب اللي عندهم، لانه بالتالي الطفل يتعلم من هو وصغره انه هو يبدي يتعلم العادات والتقاليد، واذا كانت عنده موهبه من المفترض انه احنا نبدي نشتغل على موهبته من هو صغير. فاذا هيجي مهرجانات وايضا هيجي كرنفالات، وايضا اذا اكو معارض للرسم راح تزيد من موهبته، راح يزيد من ثقته بنفسه. دائما نشوف انه الطفل من هو صغير يتشجع من خلال هذه المهرجانات وهذا الدعم. فاذا لازم نشتغل على مواهب اطفالنا، لكن نشتغل عليها بالشيء الصح. اليوم اي طفل عندنا عنده موهبه معينه، لازم انه الاهل يكتشفون هذه الموهبه ويبدون ان هم ينمون بموهبه ابنهم او بنتهم. فبالتالي اليوم احنا نعرف انه دخول مواقع التواصل الاجتماعي للعراق بشكل جدا كبير ممكن انه اخذ حيز من الاطفال واخذ حيز من وقتهم، لكن بصراحة دائما انه احنا ننصح انه يعني نطوهم الورقة والقلم في سبيل انه هو ممكن عنده موهبة انه تظهر على الورقة والقلم. نموا عقلهم بالورقة والقلم، لانه دائما نعرف انه المواقع او مثلا الالعاب الالكترونية هي تجمد عقل الطفل، مو شرط انه هي تشغله، لانه نعرف انه ممكن انه يدخل على فقط العاب للتسلية، مو شرط انه تكون هي العاب تنمي الذكاء عنده، تنمي موهبته، لا. او مثلا انه احنا نخيل فت بروجرام معين انه هو يتابع برامج توعويه، او مثلا يلعب العاب تنمي من عقله في سبيل انه هو يتطور. مشاهدينا الكرام، اكيد احنا في ظل هذا الموضوع عندنا تقرير من مدينه الرمادي مع الزميل علي الالوسي حول هذا الموضوع. خلينا نروح نشوف وبعد اكيد راجعين معكم. مساء الخير أحبتي المشاهدين، جولتنا اليوم من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار لنقل أجواء مهرجان نتواصل لنحيا الذي يقام بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالفرح والسرور مع دوام الصحة والعافية. راح نشوف أجواء المهرجان مع عوائلنا الكريمة، خليكم ويانا. مشاهدينا الكرام، طبعا هذا المهرجان حمل شعار للأعياد فرصة الاندماج وإعادة الحياة. ينضم إلينا الأستاذ منتظر أبو المعالي من إدارة هذا المشروع، حياك الله. أهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولكادر قناة سامراء، وشكرا لحضوركم ويانا في هذا المهرجان. كلمنا عن هذا المهرجان وشون بدت الفكرة
الفعاليات اللي ضمنها. جميل. طبعا هذا المهرجان هو ضمن احد المبادرات الخمسه اللي نعمل عليها في مشروع مسار، هذا المشروع اللي تنفذه منظمه بنت رافدين في منطقه التميم في محافظه الانبار، اكيد بالتعاون والشراكه من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. يعني تخلل هذا النشاط مجموعه من الفعاليات الخاصه بالاطفال والنساء وايضا الشباب والرجال، والحمد لله اكيد انتم غطيتوا كل هذه التفاصيل وان شاء الله تكون هي واضحه للمشاهد. عمو دبدوب تقراها انت؟ يلا عمو دبدوب راح يقرا لنا اياها. ما هو الشيء الذي يحترق الزجاج ولا يكترث؟ شنو هو؟ شنو هو؟ تدرون بحالي تدرون بحب وتهامي مفتون عند المسير الطيبة بلشي علي تمرون لما انساروا للمختار بقلبي شفا والنار بلاخذوني يا زوار طه كحيلة العيون لما انساروا للهادي جمر الغضب وفادي أرجو الفزع وامدادي منك يا نوري العيون. نظرا لما يعانيه مجتمع التأميم من قلة في الخدمات بخصوص الأطفال والنساء، تعاوننا مع منظمة بنت الرافدين في إقامة مهرجان يتضمن عديد من النشاطات تخص الأطفال والنساء من توزيع هدايا ومناقشة عديد من المشاكل اللي تخص المجتمع. نشكر جميع القائمين على تنفيذ المهرجان في منطقة التأميم، ونحن كقياديين ووجهاء عشائر من منطقة التأميم نرحب بأي مبادرة تخص النساء والأطفال في المجتمع. شنو هدف هذا المهرجان؟ بصراحة هو هدف هذا المهرجان هو يصير اكو تماسك مجتمعي بين الطرفين، يصير اكو حلقة وصل بين مناطق واخرى، دعم شريحة النساء ودعم شريحة الاطفال. يعني اليوم مهرجاننا هو تضمن جلسات حوارية ايضا مع النساء وجلسات حوارية مع الرجال، وايضا صارت فد مساحة صغيرة خاصة للاطفال، كانت المشاركة بالمساحة اللي بالاطفال هي مساحة صغيرة لكن كبيرة بعطائها، كبيرة بالأشخاص المنظمين للمهرجان. بصراحة أكو شيء ملموس تلاحظه، أكو فد شيء مختلف من ناحية التنظيف. أبو المثل يقول لك خالف تعرف، فهم جماعة هنا استغلوها، خالفوا من عرفهم. أكيد. زين شلون شفت تفاعل العوائل ويا فعاليات المهرجان والأطفال بالتحديد؟ بصراحة يعني أنا كوني كان أكو تماس بيني وبين الأطفال، أكو انسجام بين الطفل وبين الشخصيات الكرتونية، كوني يعني مؤسس الفرقة اللي جتي بصراحة هو الشخص هو يخلق الانسجام بطريقة تواصلك، يعني والطفل أنت تنزل إلى مستوى العقلي. ما بيها شيء، أنا اليوم أنزل إلى مستوى أنزل أكون طفل وياه، حرفيا أكون طفل في سبيل أكسبه. أنا شو راح أكسب هذا الشخص؟ أجي له على عاطفته. إذا ما أجي إلى الشخص مهما كان كبير او صغير، طفل، عجوز، مهما كان، اذا ما اجي له على عاطفته ما راح اقدر اكسبه. مشاهدينا الاكارم وصلنا الى ختام جولتنا من مدينه الرمادي، شاهدنا فرحه عوائلنا الكريمه وايضا فرحه الاطفال في هذه الفعاليات، يا رب نتمنى دوام الامن والامان والفرحه على وجوه الشعب العراقي. من محافظه الانبار تقبلوا تحياتي في التقديم علي الالوسي وفي التصوير احمد عواد، وهذه عودة إلى برنامج استراحة الظهيرة. شكرا للزميل علي الالوسي على هذا التقرير اللي عدناه من محافظة الأنبار وبالتحديد مدينة الرمادي. بالتأكيد اليوم نشوف انه الاهتمام بالأطفال شيء جدا جميل وخطوة جدا إيجابية، عندهم كثير من المواهب، بالتالي هو الطفل يتأثر بالمحيط اللي يكون حواليه، فلازم يكون المحيط سليم 100% في سبيل انه الطفل او الطفلة يتربى في بيئة صحية
بيئة خالية من العنف، ما يتعلم على عادات سيئة، ما يتعلم على عادات تضره مستقبلا، بالعكس يكون هو طفل موهوب، طفل حاب إلى موهبته وإلى دراسته، يمشي خطواته بشكل صحيح. بالتأكيد اليوم هو الأطفال نعرف أنهم مسؤولية جدا كبيرة على عاتق الأهل وحتى على عاتق المدرسة، بس لكن مو فقط المعلم أو المدرس هو يكون المسؤول عن الأطفال، حتى الأهل هي المسؤولية الأكبر تقع على الأب والأم، لازم يربون أطفالهم بشكل صحيح، ما يخلوهم يعني ينجرفون وراء الأمور السلبية والإدمان حول مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية. لازم يكون عندهم يكون يعني أكو اهتمام بمواهب أطفالهم وأيضا بدراستهم وبتنمية عقولهم. مشاهدينا الكرام أكيد ما زلنا مستمرين معكم، لكن عندنا انتقالة إلى فاصل غنائي قصير وبعدها أكيد راجعين معكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل الغنائي الجميل، واكيد انضمت ويانا ضيفتنا وخطرنا اليوم في الاستوديو، دائما نسمع عنها في مواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام اللي عندها والانسانيه العاليه اللي تمتلكها، وايضا الى طيبه قلبها اللي دائما يكون حنين على جميع انواع الحيوانات وخصوصا الكلاب. ضيفتي اليوم في الاستوديو ديار مربيه الكلاب، نورتي ديار، مساء الخير والعافيه. مساء النور، شلون شخيه؟ هلا بيك، حياك الله. ديار، بداية نريد نتحدث عن مشروعك. نعم. هو تربية الكلاب والاهتمام بها. نعم. اليوم شنو اللي خلاك تدفعين انه انت تربين هذه الكلاب وايضا تعتنين بهم؟ شوفي، هو اول شيء موضوع انساني بحت. نعم. يعني دعينا عن كل المواضيع، يعني رعاية عناية، بس اللي خلاني اكثر طبعا اكيد من كنا صغار ربي حيوانات. ومرات ظروف تخليش تربين، مرات اصدقاء يخليش تربي حيوانات. نعم. بصراحة يعني فاستمرينا على الموضوع هذا والحمد لله والشكر، يعني نجحت بيه بجدارة انه اقدر اوصل للشيء اللي اقدر اوصل لقلوب الناس، والحمد لله هسه ثلاث ارباع العراق وجزء حتى الوطن العربي يعني عبرت انه الناس تحبني وتحب جهالي اللي هم حيوانات. الله يحفظهم. اللهم امين. ديار. نعم. انت قبل هاي الهبة مع السوشيال ميديا وأيضا الإكسبلور وهاي الواهس اللي صار عند الناس، أنت أشوفك أنت تفتحين لايفات. صح. وأيضا توعين الناس. طبعا. على تربية الحيوانات. نعم. وخصوصا الكلاب. اليوم الاعتناء بالكلاب يكون شوية اعتناء خاص بكل جدا. نوع، وإحنا مقبلين على فصل صيف، فصل حار، وعندنا كثير من الكلاب السائبة. نعم. فإنه شلون تنصحين الناس اللي عندهم حيوانات، أو مثلا الناس اللي مثلا تكون عندهم حيوانات محلية في منطقتهم، شلون يعتنون بها من ناحية الأكل والمي؟ شوفي، أنا هسه دا أسوي فيديوهات محتوى. نعم. توعوية، شلون ندار الحيوان، شنو نعطي أكل، شنو كذا، حيوانات البيتية والحيوانات اللي نسميها أنت محلية. نعم. يعني نسميها سائبة أو محلية، شيء تعب هم نتعب عليه، هي هم روح. نعم. فدا أنزل فيديو محتوى وبعد أجهز يعني للمونتاج، إنه أنتوا مثلا هسه بالبيت الأكل الزايد مثلا خلينا نقول حتى لو تمر مرق، حتى لو خبز وشويه مثلا لحمه او دجاجه او اي شيء زاد، بدل ما يذب الزبل، هم نعمه رب العالمين، هم اكو حيوانات تقدر انه تاكل هالشغلات هذه. تخيل فد ماعون زايد، تخيل فد طاسه مي شويه بيه قطعه ثلجايه، يعني حرام. ومو بس الحيوانات، حتى العصافير لو تشوفين السياج مالتي مليان طاسات وشغلات حلوه، والكلاب والقطط. يعني بصراحه هسه موسم الصيف وجاي هسه شهرين كلش يعني تموز واب كلش حار جدا قويه. نعم. فانصح بهالموضوع. ديار، اليوم انت فقط اهتمامك بالكلاب، لو عندك اهتمامات اخرى؟ لا طبعا، كلاب وقطط وحتى طيور، شغلات بسيطه، هي مو اللي اقدر عليه، بس شغلات اللي عندي معلومات عنها يعني اقدر اساعد بها. وما اقصر حتى ويا العالم. إذا ما أعرف شيء معلومة أهم أسأل، أكو ناس عندي خبرة. نعم. بهواي حيوانات وحتى شغلات الدابة، يعني أبقار، غنم، كل شيء عندي. مو عندي معلومات بس لا عندي لا أقول وين مخليتهم كل هذول. يعني دائما أشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أكو كم منقذ يعني مواهب وقته كله لإنقاذ الحيوانات. دائما نشوف انه اكو حيوانات تنضرب. نعم. لحد قبل يومين تقريبا شفت كلب انه هو قاطعين ايده بالطبر الاطفال. هاي الحالات الانسانيه شلون تتعاملين وياها انت مثلا اذا جاتك مناشده انسانيه؟ نعم. على حيوان متضرر؟
شوفي جتنا هواي مناشدات حتى على هاي القطه اللي وقعت من البسمايه. نعم. واللي تعديلها على حشاتك واللي قطع هاي. اول شيء احنا نوصل الجهات المعنيه، ثاني شيء هو ماكو منظمات اصلا تساعد، يعني منظمات بس شويه نايمه. فعلا. فاكو لا اكو شباب يعني انا يعني مشكوره منهم يعني عذرا على جزء ما حي شلون خلينا نقول اقدر انه اذكر اساميهم، لو هم شخصيا اعرفهم ياخذون هاي الكلاب يودوها للدكاتره. ومرات اكو ناس مثلا تخابرني سديار مثلا لقينا احنا كلب يقتلوه الجهال، يعني انا اعتبر على الاهل. صحيح. يعني بدل ما تقول له تعطي اكل تعطي مي، لا تعال خذ العوده وتفصه ببطنه او مثلا ضربه، ما يصير. فهاي حاله الناس يخابروني. صحيح. ادليهم على دكاتره معروفين يعالجون الحيوان على حساب الخاص. فعلا. طيب كل يوم تعاون بينكم وبين اطباء البيطريه؟ جدا جدا. انا عندي بصراحه اطباء معروفين يعني على عد الاصابع يعالجون اذا ناس ما عندهم امكانيه على حساب الخاص. او يقدرون يسوي لهم ديسكاونت ان كان محلي وان كان طبيعي. يعني مثلا مال بيت. شنو علاقه الحب بينك وبين الكلاب؟ عشق يعني عشق. فعلا انه تحسين انه الكلب او القطه تحس باللي يربيها جدا. شو عينك تدمع من نحكي بهذا الموضوع؟ انا كلش احبهم يعني كلش احبهم، يعني مو ما حد يحس بيه، يعني اللي يحس بس اللي ربي يعرف شعوري. فعلا. شنو يعني تعرفين شنو حيوان لما يجي الدنيا فتح عينه، انت تقصين كيس السري عفوا زين، انت تقطعين المشيمه، انت ما اريد امسيك اليوم يعني. لا عادي. شوف هاي من انسانيتك من طيبه قلبك. انا حتى عندي حالات خاصه، عندي كلب اعمى، عندي كلب اطرش، عندي كلب مشلول يعني محزم وجو ما يمشي، انا اللي امشيه اسوي له تاتي في سبيل حتى يسوي حمام في سبيل حتى يمشي. يا انت واهبه كل وقتك للكلاب؟ طيب وحياتك الخاصة ما يعني عندي. ماكو هاي كل حياتك انه هي تربيتهم؟ ما عندي، يعني مثلا عندي اصدقاء صديقات معدودين، عندي يسون الدنيا بس شيء جدا قليل. عندي الناس كلها تحبني. لقيتي الوفاء بالكلاب فعلا؟ جدا. كل ما اشوف من صديقة اشوف فد 10 كلاب يعوضوني عن هذا الحب، يعني يسوى عند الدنيا لما اجوا يتلقوني كلهم بالاحضان، هذا اللي يبوس وهذا اللي يشيت وهذا كذا، يعني حتى لو مقوره هم يعني اسفه بكيتيني اسفه. انا هم بكيتيني وياك. شوفي يمكن اكو شخص انسانيته عاليه جدا مثل حضرتك ان هو يحس بهذه المشاعر. ضيعتي علي الافكار كلها ديار. نرجع لموضوعنا. اليوم انت قلتي لي انه عندك كلاب انه هي يعني يا اما تكون طرشه او عمية. للاسف حوادث تصير، يعني عندي كلب عمره 13 سنه. يجي ولادي لو انت تاخذيهم هيك يعني تستنيهم؟ لا مثلا جاني كلب عمره 11 سنه، يعني طبعا هم اهله كلش اعزاز علي الاهل البشريين، لكن شاءت الاقدار لازم يتخلون عنه، فلازم يتخلون عنه عندي. تمام. لما اتفاجئ انه عمره فوق 13 سنه. عندهم فد عمر معين يقومون انه هو يتعب يتوقع اسنانه باعي من 10 وفوق انت اخذي حذر منهم، يا اما كتل سرطانيه حميده وخبيثه طبعا تصير بالثدي تصير بالجهاز التناسلي حسب جنس الحيوان. نعم. يصير يا اما يطرش يا اما يعمى يا اما توقع اسنانه، عندي انا كلب وقع اسنانه الانياب كلها باقي اسنان خفيفه بعد حتى ما يعض. عندك واحد اطرش لو صيحي للصبح الا مثلا اضرب بالقاع او مثلا الزمه يلا يعرف انه اذا اصيحه. عندي اعمى، هذا صار اثر حادث يعني صار عندي للاسف، خسرت 7 من اخوانه ولحقت على واحد. شلون؟ والله مخلي الام امانه عند ناس معينين. نعم. فدا اشربهم حب ديدان، تدري انت اطفال بعمر معين لازم حب ديدان ينطي لاعمار حفاظا على سلامتهم. نعم. انا عندي حيواناتي خط احمر او جهالي خط احمر، لقاحات ارقى اللقاحات اعطيهم. حبيت هذا المصطلح مال جهالي. جهالي اموت عليهم، كلها تعرف انه هاي جهالي، بحيث رايحه جهالي دا اسوي اكل الجهالي زين، وكلش عندي حريصه على انه يعني انا بصراحه انا مو ام حقيقيه بس انا ام لحيوانات. صحيح. فانا عندي الظن عزيز. صحيح. الصغير حد ما يكبر والمريض حتى يشفى والبعيد حتى يقرب فهكذا. نعم. زين فانا عندي حيوانات المريضه دائما اعطيها رعايه ضعف اللي عندي. فشاءت الاقدار العمايه شاربه حب ديدان بالغلط صعد سموم بحليبها، الحليب صار كله سموم وكل السموم وكل الجهاز، صعد ضمور بالدماغ وبالعين ويبسوا لحقتش على واحد، والواحد هسه تشوفي عمره 3 اشهر مسوى هالقدوته يعني حتى بحجمه صار ضمور واعمى وما يعرف احد بس ثاني.
يا فدي وجه الاتيار ان شاء الله. ديار انت ما فكرة انه انت تمارسين حياتك طبيعية تتزوجين وتكونين اسرة بالاضافة الى هاي هوايتك؟ طبعا حالي حال اي بنية تريد تتزوج وتستقر وتعيش حياتها، بس ما اعرف جهالي. ما تعرفين الحيوانات؟ لا ابدا. جاني هواي خيارات في الموضوع هذا انه لو انا لو كلاب، لا والله كلاب. اسفة. شوفي يمكن انت تعلقك بيهم لانه ماكو احد يعني دائما اقول انه الحيوانات لا يحس بانينها الا الله. طبعا يعني اللي يدعم بزونه او كلب او اي حيوان ويتركه ويروح يعني هذا راح يتالم وما راح حد راح يحس بهذا الالم. وهاي ناشدنا على الموضوع، حيوانات تصير تقتلوها وقتلها ما يخالف، انت عبارتها وقتلتها شيلها، ليش تنمرض بالقاع؟ شيلها مكان وخابرني واني اجي اشيلها وادفنها. أنا يعني هاي حكي من 8 سنوات أنا أناشد هالموضوع هذا، بس ما حد يسمع يقول لك أنا سريع وما شفته طفر، ممكن معذورين زين. أما بالنسبة لحب الحيوان ترى يعني فشي كلش يعني تدري حيواناتي، عندي حيوان ولو ما حيوان هو جهالي قلت لك اسمه رودي الله يرحمه، قبل 4 سنوات راح. ليش؟ والله سافرت 5 أيام أتذكر ذكري رودي حدا 3 أشهر لبست عليه أسود زين، يعني ما يعرف أحد، ما مثلا ما يحب بابا، ما يأكل من إيده، ما يشرب كذا. الولد انسل لأنه هو الحيوان تروح بمعدته. فللأسف تمرض ورجعت من السفر وعالجته مع الأسف راح، مع الأسف. وكل الدكاترة صارت تعرفني من وراء. ديار اليوم هذا المشروع اللي او مثلا هاي الحالات الانسانيه فتحت لك باب رزق؟ يعني قلتي انهم تكاثريهم وتبيعين او مثلا يعني يكون فد مشروع الك خاص بيك مو فقط تربيه؟ شوفي انا ابيع حيوانات كلاب صغيره وشي متعوب عليه بحيث يعني كله جوازات ودفاتر صحيه وملقحه 3 مرات شي مرتب يعني فاكتش كامل. تخيلي اعطيك بيه ضمان 10 سنوات مو ما يموت، هذا امر رب العالمين، بس ما يتمرض. هاي الامراض الخطيره اللي هدسها بالحيوان نهائيا والناس مجربيني، لكن يعني انا من نبيع ما اخلي فلوس لي، انا حالفه يمين اذا عرفت على مستوى العراق والوطن العربي فاي مبلغ يجيني هو لهم بحسابهم يدفع. والان انت معروفه يعني معروفه نعم اي، بس مو معناته اني استفاد بفلوسهم حرام. هاي ترى يحتاجون اكل، يحتاجون دجاج، يحتاجون تمن، يحتاجون لقاحات، يحتاجون علاجات، مصاريف من يصرف عليهم؟ نعم. لا اكو منظمه تساعد ولا تبرعات، يعني ماني فاتحه تبرعات ولا اكو اي احد يساعد. هي دولة بعض من السي من الناس يشترون مني بس ما يساعدون. ما اتوسل بالعالم صح ولا لا؟ انا اهم شيء عندي كرامتي، فلا انا بمجهودهم اللي ابيعه يتحول لهم بحسابهم واكلهم واشربهم والحمد لله ما محتاجين احد. احنا كم كلب وكم قطه حاليا عندك؟ والله شوف انا الرقم ما اقوله. اي متخافين عليهم يعني؟ بس خلينا نقول فوق 30 كلب ما شاء الله الحمد لله. ما يعني ناويه انه تاخذين فد مكان يحتوي على مثلا كلابك او الكلاب المحليه يتربون في هذا مثلا محميه او مثلا فد مزرعه او فد حديقه؟ والله شوف انا ناشدت ورحت للدوله حشيت وياهم وعلى اساسها قبل 3 سنوات يعطوني ايجار الامانه بغداد وعلى اساس يعطوني ايجار قاع وما قبلوا يعطوني، كانت وقتها وصدق بالدوره وصدق هي صارت هسه بنزينخانه، يعني لو منطنيها على الاقل لو سنه. بس هسه فكرت بشغله انه افتح مشروع صغيروني. طبعا يشرفني هذا الموضوع انه هي عباره عن شيء مثل انا اسميها بسطيه صغيره او مشروع صغير لكن يسوى عندي الدنيا وما بيها. مشروعي عند الاستاذ هشام الذهبي مؤسسه الابداع الله يخليك شارع بغداد. فعلا شفتك ذاك اليوم ناشره تبيعين بكل مستلزمات هو كل الحيوانات وريعه اللي خصوصا الكلاب، كلاب وقطط، الاكل، الشامبو، الشغلات، السناكات، الملابس، الاحزمه، بس ريعه لاثنين، الكلاب السائبه ولحيواناتي او جهالي. الله يوفقك ديار. انت دائما انسانيتك عاليه ومشاعرك اثرتي حتى علي. ديار اليوم شلون واحد يقدر يحمي نفسه انه لا يصيبه مرض على مود يعني الكلب عذرا لما يصير يعدي الانسان اللي يربيه، يعني انه يحافظ عليه من ناحيه اللقاحات والاكل الصحي وهاي التفاصيل؟ حدثيني اكثر. اليوم اكو بعض الكلاب انه هو ياكلهم كل شيء يعني لحم النيء او هاي التفاصيل. شنو الاكل الصحي للكلاب لو هي تختلف بالانواع؟ لا هي ما تختلف، بس انت لما تعطيه شغله مثلا خلينا نقول طبخيها دجاج صحي شويه تمن وياه او شويه مثلا خلينا نقول لبصمون، شغلات عندك في البيت بس بدون بهارات، بدون مثلا ملح، بدون توابل. يعني ترى التوابل تدري ايش قد تسوي؟ تدري ايش قد راح تاذي الكبد مالته، راح تاذي جسمه، راح تاذي عظامه. احنا غير نعطيه شغلات فيتامينات او ملتي فيتامين يعالجه،
ومع ذلك انا موجوده، ما في يوم احد جاني ورديته، ودكاتره موجودين. ما بخلتي على احد يبدا ابدا كله مجانا لوجه الله، مستحيل انا يعني. شو صار عندك هاي الخبره الكافيه من خلال التجارب؟ خلال طبعا خلال اخطاء تصير، خلال الشغله يحبوها اعرف يحبون اعرف يكرهون، يعني تخيل يعني جهالي يحبون الخضروات اكثر ما يحبون الدجاج. ما شاء الله يعني فيجيتيريان. بما انه يحبوهم الفيجيتيريان وهاي التفاصيل، دائما توفري لهم يعني تكون المأكولات الصحية أكثر؟ طبعا يعني أروح أني أدخلي علبة مال مخضر كاملة، أشيل شفيفات فلفل وخيار وريحان ورشاد ونعناع. يعني بس سؤال، هي تطبخي لهم يا أنه يكون مسلوق أو أنه ني؟ لا غسله وأشوف إذا بيه حشرات أو شيء أفحصه وأصفيه وأنطيهم إياه. خضروات طبيعية ما شاء الله، بحافظ على رشاقتهم هواتي. بالعكس لهم دباديب عندي بس لازم أنوع بالأكل، لأنه مصرف تدرين الدجاج قد غالي صحيح، والتمن قد غالي صحيح. فأضطر وجبة دجاج وجبة تمن ودجاج وجبة خضروات، هم أعطي ملتي فيتامين وهم مصروفهم. ديار نعم نعرف أنه الطفل من عمر 6 أشهر يبدون يطعموا سريلاك أو هاي الأشياء البسيطة، بالنسبة للحيوانات نفس الحالة؟ لا من عمر 17 يوم. من عمر 17 واني اللي امرده ناعم، شلون السريلاك اسوي؟ وبصبعي شوي شوي او بنصرنجه وازق بحلقهم لحد ما يتعودون يستطعمون الاكل اللي مو بس حليب مال ماما، حليب مال ماما شيء غذي غذي، واحد اثنين ما شاء الله، اكو تجيب خمسه واكو تجيب 10 واكو تجيب بس واحد، تمام؟ يعني غير الغذي حتى يصير دبدوب، حتى يصير عندك كرش، لازم يصير دبدوب شوي، لازم دبدوب وكرش. شنو اللي دفعك تفتحين هذا التيم الصغير في شارع بغداد اللي تابع للاستاذ هشام الذهبي؟ والله شوفي انا قلت لك اللي سبب انه حيواناتي تدرين انه يحتاجون مصروف، ومرات يعني واحد شوفين هذا الشارع دعم المواهب جدا، يعني انا استاذ هشام مشكوره من عنده، يعني هو طبعا اخويا واخويا الكبير واتشرف باخوته وصداقته واولاده كلهم اخواني. طبعا لازم يعني الحيوانات اللي عندي لازم تاكل لازم تشرب، ومع ذلك كلاب الشارع، فأنا قلت إذا أستاذ هشام أعرض عليه الموضوع ويوافق، فأني نص الحساب يصير لجهالي ونص الحساب لكلاب الشارع، والحمد لله ماشي على الموضوع هذا ما شاء الله. ديار اليوم أنت في كم سنة؟ صار 8 سنوات تقريبا، 8 أو 9. بديتي بتربية أولا الكلاب ثم القطط وبعدين؟ لا باعي هو كل كلاب، بس ما يمنع إذا يجينا حيوان غير اليوم الكلاب. أي حيوان يجي لديار؟ أي حيوان ما أرده، وإذا في حال ما أعرف مثلا خلينا نقول طيور، ما مثلا مو كلش قويه بالطيور، عندي شباب خبيرين بالببغاء والطيور والدره وانواعها، وها يعني مثلا من تخليل حيوان يشفى، يعني مو انه يموت او شيء، عندي دكاتره معروفين، عندي حتى رعاع غنم رعاع ابقار هم من يحتاجون شغله من عندي الناس، اقول لهم مثلا روحوا على فلان وقولوا له من طرف ديار مربيه الكلاب، هم يراعوا بالسعر وهم يشتغلون ويانا نظيف. بارك الله بك ديار. وصلت ياش الى ختام الحديث، جد استمتعت بالحديث وياك. شكرا لك وشكرا لحضورك، نورتينا اليوم والله يخلي لك جهالك. اللهم امين حبيبتي نورتي. مشاهدينا الكرام اكيد ما زلنا مستمرينكم، لكن عندنا انتقاله الى فقره اخرى من فقراتنا وهي فقره تقارير الظهيره، وننتقل وياكم الى محافظه البصره. خلينا نروح نشوف هذا التقرير من محافظه البصره وبعدها اكيد راجعين وياكم. يبدو أن إنجاز بعض الأماكن الترفيهية ككورنيش شط العرب وانتشار العيادات البيطرية في العديد من أحياء المدينة قد حفز هواة تربية الحيوانات الأليفة من الكلاب والقطط وطيور الزينة على تربيتها واقتنائها بكثرة. طبعا في هذه الفترة الأخيرة صار تطور كلش واقع، يعني عندنا بالبصرة وباقي محافظات العراق بتربية الحيوانات الأليفة، تربية القطط والكلاب وبعض الحيوانات الوحشية اللي موجودة عندنا. بسبب تطور الأماكن بدأت الناس تقدر تاخذ يقتني الكلب مالته ويفتر بأماكن معينة، عندنا مثلا كورنيش البصرة حاليا الناس تفتر به، توفرت اللقاحات البيطرية كدفتر صحي توفر عندنا، كل 6 أشهر أو كل فترة أنا راجع الدكتور البيطري بالعيادات البيطرية. أصحاب الحيوانات الأليفة من يراجعون العيادات البيطرية، حاليا توفرت أكثر من عيادة بيطرية موجودة، وبعض العيادات تكون فحص دوري للحيوانات حتى عدم تخوف من أي حيوان يعني ينقل المرض، كزونتك بين الحيوان والبشر ماكو أي مرض ينتقل من الحيوان للبشر باللقاحات اللي موجودة حاليا عندنا. كما تحدث بيطريون عن توفير مختلف اللقاحات والأطعمة الخاصة بالحيوانات بالإضافة إلى أجراء العمليات مع الخدمة الفندقية
على حد وصفهم. احنا كأطباء بيطريين من محافظة البصرة نقدم خدمات بيطرية، من ضمنها انه العمليات الجراحية اللي نشتغلها هنا، بالإضافة إلى بعد العمليات الجراحية موجودة عندنا فندقة خاصة نخلي بها القطط بعد العملية لمراقبة الحالات، وأيضا اكو كاميرات خاصة نراقب بها الحالات القطط، بالإضافة إلى نقدم لهم يعني العلاج اللازم اللي بعد العملية. مختصين مو كقطط وكلاب فقط، لا مختصين أيضا بالحالات الطيور والدواجن وجميع أنواع الطيور يعني. بالإضافة إلى فصل الصيف سجلت حالات عندنا كل شهواي حالات مرضية من فصل الشتاء، سواء كانت بالنسبة للدواجن أو للطيور أو بالنسبة للقطط والكلاب. هسه يعني حاليا تقريبا أغلب البيوت بها يعني حيوانات أليفة، فهذه المراكز توفر على الأهالي هواية أمور. هسه مثلا أنا عندي قطط يعني متابعة شهرية أو كل شهرين أجيبهم بين لقاحات، بين مثلا إذا يتعارضون أمراض أو مثلا العفو فطريات أو شيء، فأجيبهم أشيكهم وأشوف يعني أتابع حالتهم، فأكيد الدكتور يعني أفضل. شكرا لزميل ماجد الصقر على هذا التقرير اللي عدناه من محافظة البصرة. بالتأكيد اليوم شفنا انه الاهتمام بالحيوانات مثل ما ذكر ضيفتنا ديار انه يراد لهم عناية خاصة وايضا طعام خاص والتزام بدفتر باللقاحات ووضع لهم دفتر للقاحات في سبيل انه احنا نحافظ على سلامتهم وسلامتنا، بالتالي هم امانة عندنا. اليوم من اي احد يشتري حيوان او يقتني حيوان او مثلا يعني يتبنى حيوان ضروري انه يكون منتبه عليه، منتبه على طعامه على شرابه على لقاحاته، لانه بالتالي هو ما له ذنب اذا انت اليوم مو قد المسؤولية انه انت تربي هذا الحيوان وتعتني به. فالافضل انه انت لا تشتري حيوان من الاساس او لا تتبنى حيوان، لانه بصراحة انهم يراد لهم عناية جدا كبيرة وعناية خاصة ايضا. نتمنى انه بهاي الشهرين المقبلين انه انتم تخلون على شباك شبابيك بيوتكم او حتى على يعني السياج او في بالشارع يعني في اماكن قريبة على بيوتكم انه يعني اشياء بها مي وايضا اكل للحيوانات المحلية، بالتالي هاي حتى للطيور، بالتالي هاي راح تكون لكم حسنة كبيرة عند رب العالمين، لانه نعرف انه هاي الشهرين اللي جايتنا جدا حار، ممكن توصل درجات الحرارة الى نصف درجة الغليان، فنتمنى انه انتم تعتنون بهذا الموضوع وايضا تعتنون بحيواناتكم جيد جدا وايضا تحافظون على سلامتهم ومن ثم سلامتكم انتم، لانه يعني دائما نعرف انه الاسرع انتقال للاوبئة لا سمح الله وللامراض من بين الحيوان والانسان. مشاهدينا الكرام اكيد ما زلنا مستمرين لكم، لكن عندنا انتقال الى فقرة اخرى من فقراتنا وهي اكيد اليوم مبدعين، اليوم اتحدث عن الفنانة الجميلة آلاء أحسين. خلينا نروح نشوف بعد هيك تراجعني لكم. شفت ماكو
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد ما شفنا هذه الفقره اللي تحدثت عن الفنانه الجميله آلاء حسين سندريلا الشاشه العراقيه. صراحه هاي الفنانه قدرت تثبت وجودها بشكل جدا جميل في عالم الدراما العراقيه وفي الوسط الدرامي العراقي، هذا الوسط الكبير، وايضا من الصعب اليوم نشوف اي فنانه واي فنانه يقدر يثبت وجوده، لكن هذه الفنانه اليوم قدرت تثبت وجودها وايضا على المسرح مو فقط في شاشات التلفزيون، قدرت تدمج بين الادوار الكوميديه وايضا الادوار التراجيديه، وايضا قدمت كثير من الاعمال لها يعني مسيره حافله بالاعمال وايضا بالابداعات. قلة من الفنانات اليوم نشوفها انه هي تقدر تدمج بين الكوميدي والتراجيدي، لكن اليوم آلاء حسين تشوفها انه هي تنطي لكل عمل حقه وايضا تنطي لكل دور حقه. اليوم عندنا كثير من الفنانين الكبار وكثير من الفنانات الكبار اللي هم قدموا كل حياتهم وايضا قدموا كل ما بوسعهم للفن العراقي في سبيل ان هم يعني يشيدون بالدراما العراقيه وايضا يظلون محافظين على سمعه الدراما العراقيه. نعرف انه اليوم الدراما العراقيه لها مكانه خاصه بالوطن العربي وبين دول الوطن العربي. الدراما العراقيه والفن العراقي فن جدا جميل وعريق ايضا. مشاهدينا الكرام اكيد ما زلنا مستمرين لكم، لكن راح ننتقل لكم الى الفقره الطبيه مع الدكتوره مروه مروان. خلينا نروح نشوف دكتوره مروه اللي نتحدث عن جهاز الليزر، خلينا نروح نشوفهم بعد اكيد راجعين لكم. رح نحكي اليوم على جهاز الكاندلا اللي هو الجهاز الامريكي الثلجي ازالة الشعر. طبعا جهاز الكاندلا كل اللي نحتاجه به هي 6 جلسات بس، تقريبا راح تكون تتراوح كل 21 يوم راح نسوي جلسة بس، وبعدين وراها راح يعني نحول على جلسات الادامة فقط اللي هي تكون تقريبا كل 3 شهور او اكثر. التعليمات اللي لازم نسويها قبل الجلسة هي أول شيء حلاقة المنطقة قبل بيوم قبل 24 ساعة، والتعليمات اللي تخص بعد الجلسة اللي هي وضع كريم مرطب أو مثل ما نعرف اللي هو كريم اللي اسمه الميبو على مود يعني ضد الحروق أو هيك. الكريم المرطب راح نخليه لازم 3 أيام ورا الجلسة، والنصيحة المهمة كلش اللي هي من ما يوصل مي للمنطقة لمدة 5 ساعات أو ما غسله لمدة 5 ساعات، والحلو بيه انه هو ما يأثر بأي شكل سلبي على الجسم، ما يسوي أي احمرار أو تحسس أو حروق. شكرا للدكتورة مروة مروان على هاي النصائح اللي قدمتنا اياها من خلال الفقرة الصحية. بالتأكيد اليوم جهاز الليزر جهاز جدا ضروري بصراحة، ممكن انه يعني يغنينا عن كثير من الامور لإزالة الشعر، لكن ضروري انه انتو تاخذون استشارة طبيب جلدية قبل انه انتو تختارون الجهاز اللي يناسب بشرتكم، وايضا لازم تكونون مختارين المركز اللي يشتغل بدقة جدا عالية، انه جهاز الليزر او مثلا اي امور إزالة الشعر تعمل تخوف من عندها، لأن لو سمح الله ممكن يتسبب حروق، لكن لتفادي هاي الأمور أنه أنتم تراجعون طبيب وبعدها أنه هو يوجهكم إلى الجهاز الليزر اللي يناسب بشرتكم. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنه استمتعتوا ويانا بفقراتنا المتنوعة. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وشكر خاص لكل كادر العمل وكادر البث المباشر اللي كان مرافقني على مدار الساعة من الوقت. انتظرونا يوم غد إن شاء الله في يوم جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.